الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والمعافاة والجاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك أن تسخرنا لدينك، وأن تستخدمنا لدعوتك، وأن توفقنا وترشدنا لطاعتك. اللهم هيئنا للحق وهيئ الحق لنا. أما بعد عباد الله، فإن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ستستقبل خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله وحوله وقوته شهر رمضان، هذا الشهر الذي بوأه الله مكانة عالية وجعل له منزلة بين شهور السنة. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في هذا الشهر العظيم نزل القرآن على صدر نبينا صلى الله عليه وسلم مصداقاً لقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، مصداقاً لقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إن صيامنا لشهر رمضان أيها الإخوة فيه عون للعبد على دينه وعلى إصلاح نفسه، وقد اتفق العلماء ممن يعتد بهم في جميع الأعصار والأمصار على وجوب صيامنا لشهر رمضان، واستدلوا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت
من استطاع إليه سبيلا. واعلم يا عبد الله أن شهر رمضان فيه فضل كبير وثواب جزيل عند ربنا تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال شراح الحديث: والحكمة في تصفيد الشياطين أي كي لا يوسوس لبني آدم والعياذ بالله. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث قال: أي من صام رمضان وأحيا ليله بالقيام محتسبا الأجر عند الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا عن سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن صيامنا أيها الإخوة لشهر رمضان فيه جملة من الفوائد، فيه جملة من الأسرار الروحية والنفسية والاجتماعية. من جملة فوائد الصيام أولاً أن الصوم جنة، فقد روى الترمذي وحسنه عن سيدنا معاذ قال رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: الصوم جنة. ما معنى جنة؟ أي مانع من دخول النار يوم القيامة، ومانع من الرفث والفسق والعياذ بالله. ثم إن ربنا عز وجل قد حف النار بالشهوات، وحف الجنة بالمكاره، وصيامنا لشهر رمضان أو صيامنا عام يكسر هاته الشهوة ويقمعها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له به وجاء. ثانيا من فوائد الصيام أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، ودليلنا ما رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه قال عليه الصلاة والسلام: القرآن والصوم يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. من فوائد الصيام أيضا تكفير السيئات والذنوب، فقد روى أحمد أيضا في مسنده والترمذي في جامعه وابن خزيمة في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، صعدت إلى المنبر فقلت آمين آمين، فقال: صلوات ربي وسلامه عليه، أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخل الجنة. فقلت آمين. ثم قال جبريل: من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. إن سلف هذه الأمة أيها الإخوة من الصحابة والتابعين وأتباعهم
وصالح هذه الأمة كانوا يحرصون دائماً وأبداً أن يكون صيامهم لشهر رمضان فيه طهر للأنفس والجوارح من الغيبة والنميمة والزور والكذب والبهتان والعياذ بالله. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إن ليس الصيام من ترك الطعام والشراب، إنما الصيام من الغيبة والنميمة والزور. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن أدنى درجة في الصيام هي ترك الطعام والشراب، فإذا صمت فليصم لسانك عن الكذب والزور والغيبة والنميمة، مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اعلموا أيها الإخوة أن في شهر رمضان وقعت أحداث تاريخية كبرى تدل في مجملها أن الإسلام يقدر الأمور حق قدرها، وأن شعار الصوم هو القوة والعمل والاجتهاد. فلقد قال البعض من بني جلدتنا بأن صيامنا لشهر رمضان يعطل الأعمال ويؤخر المجتمعات، والحقيقة هي على صفحات التاريخ. غزوة بدر الكبرى وقعت في شهر رمضان، موقعة حطين كانت في شهر رمضان، معركة عين جالوت كانت في شهر رمضان، معركة القادسية كانت في شهر رمضان، جلها من الفتوحات كانت في شهر رمضان. بل كان شعار الصحابة والتابعين وأتباعهم وسلف هذه الأمة أنهم إذا دخل عليهم شهر رمضان اجتهدوا وتنافسوا وتسابقوا إلى طاعات الله عز وجل، ولم يتنافسوا إلى النوم والكسل والهروب من العمل والعياذ بالله. الله نسأل أن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يعيننا على طاعته سبحانه، وأن يعيننا على شهوات أنفسنا وعلى الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه أيها الإخوة تجدوه غفورا رحيما، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيامًا معدودات. قال المفسرون رحمهم الله: بيّنت هذه الآية الكريمة الحكمة من صيامنا لشهر رمضان، ألا وهو تحقق منزلة التقوى، أي يبلغ الصائم إلى درجة ومنزلة التقوى. ما هي التقوى عباد الله؟ قد عرفها لنا سيدنا علي رضي الله عنه بقوله: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. عرفها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بقوله:
هي ألا يجدك، ألا يجدك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. بل سئل أحد الصالحين عن التقوى فقال للسائل: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ فقال السائل: نعم. أي هل دخلت بستان فيه شوك؟ فقال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: شمرت عن ساعدي. قال: هي التقوى. ثم أنشد قول ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغير الذنوب فإن الجبال من الحصى. إن شهر رمضان يعلمنا مراقبة الله تبارك وتعالى، إذ لا رقيب على الصائم إلا الله. شهر رمضان يعلمنا النظام والانضباط. شهر رمضان يعلمنا الشعور بالمسؤولية. شهر رمضان يعلمنا الشعور بوحدة الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. للأسف أيها الإخوة، للأسف الشديد، ظن البعض من المسلمين بأن شهر رمضان هو شهر الشطحات والردحات، شهر المنوعات، شهر التجوال في الأسواق وفي المراكز التجارية، ولكن الحقيقة أن شهر رمضان هو مدرسة تربوية، مدرسة إيمانية نتدرب فيها على جهاد أنفسنا ومقاومة أهوائنا، مدرسة إيمانية نتلو فيها كتاب الله، نعمر فيها بيوت الله، نصلي فيها التراويح، نجدد فيها علاقتنا مع ربنا، نجدد فيها إيماننا بربنا، نجدد فيها حبنا بربنا تبارك وتعالى وحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، هكذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. انظروا إلى سلف الأمة، كانت قلوبهم معلقة دائما بشهر رمضان، حتى قال معل بن الفضل رضي الله عنه: كانوا يدعونه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، أي قلوبهم على مدار السنة معلقة برمضان. وكان يحيى بن معاذ رضي الله عنه يقول: كان من دعاء السلف أنه يقول أحدهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. ونحن ندعو بدعائهم فنقول: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. الله، نسأل العزيز الرحيم الواحد الأحد أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يهلله على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والبركة، بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ونحن غير فاقدين ولا مفقودين. أعنا على صيامه، وأعنا على قيامه، وأعنا على العمل الصالح فيه. اللهم تب علينا في هذا الشهر، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. جعلنا لك في هذا الشهر توابين، منيبين، مطيعين، مخبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ألطف بنا إلهنا فيما جرت به المقادير،
فإنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغِث بلادنا بالخيرات والأمطار، وأغِث قلوبنا بالصبر واليقين والتقوى وحسن التوكل عليك يا رب العالمين. اللهم وفِّق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، ووفِّق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، واجعل ولايتنا في من يخافك يا الله. اللهم اجعل بلادنا بلاد الدين، وراحةً للمحتاج والمسكين. أمِّنا في أوطاننا، اجعل جزائرنا آمنةً مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلدة الطيبة خيرًا فوفِّقه لكل خير، ومن أراد بها شرًا أو سوءًا أو ظلمًا أو بغيًا أو عدوانًا، فاللهم اشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره برحمتك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ صاحب الوجه الأزهر والمكان الأطهر. صلِّ على صاحب الروضة الشريفة، صلِّ على صاحب قوسين أودنا. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. استووا، استقيموا، اعتدلوا يرحمكم الله. لا ننسى الدعاء للمرضى بالشفاء وللموت بالرحمة. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شد عليه زينة عادة. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.